السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من العاصمة جمينا ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. عقد صباح اليوم رئيس الحكومة فهيمي باتاكي ألبير اجتماعا بهدف تفعيل وتشغيل الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة المعروفة اختصارا بأناتس. الاجتماع ناقش التحديات والصعوبات التي تعيق تفعيل هذه الوكالة وتجاوز التحديات حتى تتمكن هذه الوكالة من القيام بمهامها قبل نهاية عام 2018. تقرير زميل خالد مسلح. تأمين الوثائق والمستندات ضد التزوير وكذا تأمين حياة الأفراد والممتلكات مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة، وإيمانا بهذه المسؤولية فقد أنشأت الدولة الوكالة الوطنية للوثائق والمستندات المؤمنة، والتي تكمن مهمتها في إصدار وثائق مثل جوازات السفر، بطاقات إثبات الشخصية، رخص القيادة وشهادات ميلاد مؤمنة. وقد عقد رئيس الوزراء فهيمي باتاكي ألبير اجتماعا مع بعض الوزراء ومسؤولي الأمن بهدف البحث في تفعيل وتشغيل هذه الوكالة. متناولا الحديث في هذا الاجتماع، قال رئيس الوزراء فهيمي باتاكي ألبير إنه في ظل الأحداث الأمنية المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي، فقد بات من الضروري العمل على التفعيل الحقيقي للوكالة الوطنية لتأمين الوثائق والمستندات، التي بالرغم من إنشائها وإصدار المراسيم التي تقضي بتفعيلها وتعيين الفريق الإداري لها، إلا أن الوكالة ما زالت تعاني بعض الصعوبات خصوصا فيما يتعلق بالتمويل والمقر. لذلك جاء هذا الاجتماع للبحث فيما أحرز من تقدم في هذا الصدد ومناقشة كافة التحديات والمسائل العالقة. وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر متحدثا عن أهم ما جاء في هذا الاجتماع. زي ما أنتم عارفين الآن كل الدول ملزمة بطباعة جوازات مؤمنة، بطاقات وطنية مؤمنة، حتى الكارت الجريز يكون مؤمن، والشهادات الميلاد تكون مؤمنة، وكذا من البطاقات أهل الدولة لابد أن تؤمن. وعلى هذا الأساس اجتمعنا عشان نقيم مدى يعني خدمة هذه الهيئة. فتناولنا كل المواد واستخلصنا بخلاصة موجبة، وإن شاء الله من هنا لنهاية 2018 بلدنا يكون عنده بطاقات مؤمنة، جوازات مؤمنة. لا شك أن الوكالة الوطنية للوثائق والمستندات المؤمنة في حال تفعيلها ستعزز من ضمان الحصول على وثائق مؤمنة وتفادي مخاطر التزوير.